نروح نشوف أهم العناوين الخاصة بمحترفينا في الخارج والأخبار المحلية والأخبار العالمية. البوابة سبورت رسميا طائرة خاصة تنقل المنتخب إلى سويسرا أخيرا. بوابة الشروق أجيري يجتمع مع جهازه الفني لاختيار القائمة المحلية لمواجهة سويسرا. بوابة أخبار اليوم أبو ريدة يضغط لإنهاء أزمة عقوبات الكاف. يلا كورة الكاف يمنح الاتحادات حق تسويق مباريات تصفيات مونديال 2022. صدى البلد اليوم انعقاد الجمعية العمومية للكاف لشرم الشيخ. أخبار اليوم صراع عنيف في الانتخابات التكميلية للجبلية. فيتو اتجاه في الجبلية لعدم طرح مزايدة رعاية ملابس المنتخب. الأهرام المسائي الزمالك أفلت من المصيدة الكويتية. الأخبار المسائية الزمالك يعبر القادسية الأبيض يتعادل إيجابيا وتأهل لدور 16 للبطولة العربية. اليوم السابع مكافآت إجادة في الإسماعيلي بعد التأهل لدور 16 بالبطولة العربية. مجلس الدرويش يحتج على عدم إذاعة المباراة والفريق يبدأ الاستعداد لمباراة المقاولون. الإسماعيلي يدرس شروط إيهاب جلال لخلافة مضوي. ده من كورة. المساء قمة البريمير ليج ما فيهاش تهريج. ليفربول يدافع عن الصدارة أمام تشيلسي ومانشستر سيتي متحفز للقفز. المصري اليوم ليفربول يسعى للصقر من تشيلسي في قمة ستانفورد بريدج. الشروق صلاح ورفاقه في مهمة سأرية أمام كتيبة تشيلسي. كلوب يسعى لمواصلة حصد العلامة الكاملة في الدوري وصلاح وفيرمينو يعودان لقيادة الهجوم. اليوم السابع صراع الصدارة يشعل ديربي الريال وأتلتيكو الليلة. سيميوني لا يعرف الهزيمة في البرنابيو بالليجا وهل تستمر عقدة لوبوتيجي أمام الكبار؟